الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، باب فضل الرجاء. طبعا هذا أنه كسر ضماني باب كونتينيو كوبات من رياض الصالحين إلى سيدي لا تنحديث بأنه وصل مري. وباب الرجاء بابك كنتني لبعض وكه الله رجا داس فضلي إلى ذا قلت إنه إله سبحانه وتعالى خير من كشين صدو رجا إلى ذا إنه سنقفك نقوصا. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح إلهي وحاولي سوى كورمي أدونكي ونكسنا وأفوض أمري إلى الله أرنكيك إله بانو بندقانا يا إن الله بصير بالعباد إله وقال لي أدوم دي سأركيا فوقاه الله سيئات ما مكروا إله وحو كبت بادي قال لي هكرت إمريغيين ومها صدن إله ريد مريي. طبعا إله وحو كهلا يا أما المام نوحو تلمام يا آدي سورة غافر ويا قوم يا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تصوت النمر حديث كواد باب فضل الرجاء أهنا حديث أفر بقول أفرت من كتاب رياض الصالحين وعن أبي هريرة وحل قولي ووضع مركة حديث اللين أي ولي حيكو عطفنته روايات كي هري وعن وحاكرة لقولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكولي أنه قال إنه قال الله عز وجل إلهي بابو حيري غالب أهاي ويناي إيه هذا مركة سندك صحابي أبو هريرة والنبي كورنا صلى الله عليه وسلم النبي كورنا يا إلهي جل وعلا الله مركب حليه أنا عند ظني عبدي بي أنو هلك أدونك يا إما لا يأيانا وأنا معه حيث يذكرني استقل جلك أيانا بعلمي ما أشعر حصيانا ولا جوغا مركب روايتك قاركي وحمو الجنية هدو خير ملايين وخير يعني ملاها أني أدونك هداد إسكو قفوشيد إسكو برغرام غريسيد إن إله يدن بيغا دافع إله ودافع إن إله كجعلها إله كجعلها إن دعا ذا الأجيبة إله وأجيبة بمعنى أدو خير أنشنسو خير أنها أتوك هاي ومر ببها ديه ما أردت خلاص وإيدا مات لكن رب العالمين حولي أنا ورب العالمين عند ظن عبدي بي هل كأدون كيغو إماليه أما أدون كيغو ملذي سأكتذان حال وأنا معه لجركي سانا حيث يذكر ما أشعر يقول حسينة وأن لا صعدها طبعا معي هذا معي ذاتية معها ومعي بالعلم ده نصوص إلا شكوف السرائية ونكسد مركز لي والله إله ما نقول دارته لله إلهي به لم تعلم الابتداء أفرح فرح بضن بتوبة عبده أدون كيس توبة كفرح بضن من أحدكم كفرح بضن أحد كاسو يجد هلي ضالته بعد ذيس بالفلات مال بهجوية ولا ما دقانا كهلي إله باك كفرح بضن من معنى أم حي والربائن إله هذو أما حديث معني سوحه إلهي سبحانه وتعالى وحو كفرحا بتكيد مركو توبة كانوا دنبي وفرح كل جرمه قصوا الله عبتو إله إله وضان قوة طبك يعني إله وفرح يعني بل إس إله سبحانه وتعالى وفرح يو جل وعلا أركا وفرح يو إستقع فكا فرح بضان مارك قف مسافرة وصعضالة وميل جيري قوانا وبهقوية لما دقانا وما أركتي حال كيد إله أقه إسوه الجوغة طوحا كلمي دا بدي سي إرركي سي إيساهي دي سي مركز مال إلاك صالح وأمان بيو عبا مركا ما هستو ومال يو قاجاء وحوانا مركا ما هستو
قفكا marka isagoo is yiri quus taagan oo isla khalas waxa la gaaray waqtiga aad naf bixi lahayd cid ku soo gurmanaysa marka malaha buuxa arkay daabadiisa soconaysa oo wixeedina wadata oo sahaydii wadata oo raashinkii wadata oo wax walba dulka dusha ay ka saaray qofka farxadiisa ma la qiyaasi kara طبعا النجا اللي نو سو دويني جل وعلا فرح إله وفرح يناسب بجلاله إله سبحانه وتعالى وعنتمو ولذلك رواية قرقود حمو جنين انتو فرح يقف كاس سينو جنيه بقى فرح مالو اسلام دي مركو واي او كلا بطبطي بهذا هذا الكيسوس بران بري ماشو ليه لا اله يو الضون كاجي بانا ان ربي يباتها بقى فرح درتي بيقول الاله ان الضون كاجي باتها أن الرب جاي معنا يعني فرحت قف كي لين لو حال وضع مركي وحا إيموشنلس نوع دونا مهم نقول إيه فرحت عرادة فكر ك قف مركي كبط بطان أو أي 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 هنتي تن دافان قف كي وحا إسبدل إيه أم في شيء كذي وقف وترتر إيه أم هذا كي سياسي كلام نقول إيه أم ويجي عندهم بيسا نور ما نقول إيه بقف كوا حكر لهم يبالان سيجوا كلهم إيه إيموشن كمركو بطان تاسو مركو النبي صلى الله عليه وسلم لي حديث مركو حديث حديث قصي إلى مركو حليه دل على من تقرب إلي شبرا قف كي تاك إيسو دوادة شبر قف أنت صام قلت المان دوادس تقربت إليه ذراعا مركو حنوسو دوانيا ذراعي وعلونك ومن تقرب إلي ذراعا قف كي إيسو دوادنا تقربت إليه باعا وان صوت المان باع أي مركو دواني حديث يوم مركي أفراشا عن نوصو مقرد وإذا أقبل إليه يمشي هدو إسوء قابل إسوء سعاني أقبلت إليه أهرول أنه أنقابله أنه دقدقي متفق عليه وهذا وهذا لفظ إحدى روايات المسلمين لفظه كان الإمام مسلم روايات كسميت كمله وتقدم شرحه في الباب قبله شرحي سنحكو سهر من باب كسهر وروى في الصحيحين وحان الوري وأنا معه حين يذكرني هل كحديث هذا هو حيث يذكرني هلك يقول حصير هلك كان حين يذكرني قارته يحصير أي مركا قاري قابة لبعض الحديث أما حين ده أو قارتي تلمان أما حيث ده قابتي تلمان لبعض بقى وأسكم يتبنوني أنا بعض من معنى وحي موجين إليه سبحانه وتعالى معيدي سؤيني أهاتي مع هذا العبد الذاكر ومركا معي إيد علمية وفي هذه الرواية وأيضا إذا حيث أو بالثاء ثأول أو ثأ دي ما حتى يسدح دي بعد يضل هاد وكلاهما صحيح لا والله صحيح حديث يلا بعد أهنا حديث آخر بقول يا فرتني كو وعن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما إسجى أبيه الله كرده من عبد الله من جابر من عبد الله رضي الله عنهما إسجى أبيه رضي الله كن نقضه أنه سمع النبي نبي ومغله صلى الله عليه وسلم قبل موته نبي انتو صلي من كهر بثلاثة أيام سدح مع الموت كهر جيريلي سمركي كهر سنيد بوم مقلني نبي او يقول له لا يموتن أحدكم متكين يانو لمن يعني أدين سكتين إلا والحال هو إسقو يحسن الظن ملذا وناجيني بالله إله وناجيني عز غالب هاي وجل وينار ومس يعني وامحة انت قفل بابا حيسقو قفلو أنتم الدنيا كتجين إن إله ملاذ وناجي جنة جري دونتا إله دنبيا ودافيا أدون صالح اللي جعلها تهاي إلى حقوق والنار دنبيا هرا أنت هنا بقف يسكت عليه لكن أدو سله خلاص ويكون لما تي وهنا أذن تاجي أذن تاجي ورجع صلى الله عليه حديث كسد حاد أفر بقول أفرتني لبو وعن أنا سر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال مقل يقول إسقوله قال الله تعالى إلهي بابو حيري يا ابن آدم آذنوا إنك أذو ما دعوتني أنت آدي بريسد وراجوتني أي مدة دعوتك لي أما أني آد ما أركتي بريسد وراجوتني آدي رجيني غفرت لك وانكور دعف الدنبي على ما كان منك ولا لقب وحق الله وحكاء هذا الدنبي ولا أبالئنا أبيل ما يعني معنى غفراني لك ما دمت أنت في دعائي ورجائي غفرت لك ذنوبك كلها من تيدون طبعا لأكاته على ما كان منك أي كل ما صدر منك وحلو حكاسه فلو ذنبية والنافع يا ابن آدم آذنوا لو بلغت ذنوبك حديد ذنبية أي جاران
عنان السماء صمدها صمدها صديق جاران مركا إمام نووي ونوفا سيري دونا عنان لغة عربية كلمة ده عنا ويحب موغضا صمدها مركا تنبع نوم موغضا هدي دنوب تبه هكا جارتو ثم استغفرتني كدي من آد أني إذن بلاف ويجيستي غفرت لك وقول لعفا يا ابن آدم آدم إنك أدو آدم لو أتيتني هداد إلى تماد بقراب الأرض أرض مجد خطايا جففة ثم لقيتني كدمنا أد إلى كلنت لا تشرك بي شيء حال أنا حيث هو ذا جنين لأتيتك أنه حن كولا إيمانيا بقرابها أرض مجد أو مغفرة دمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن شرط كريم شركون اسك إلال والله بقى يا باسي علو السحيوت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما عليك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين شرك يسوق بوس ملح مال الله صار صدى ملح عمل كل إنسان لك عاية لكن ما دام ما في شرك هدوس شرك سجلين دمبيو انتو الضون هجر سيسناغ كيو حلقة ربع من الضون ما أدمو جسد أو إلى ظهرت وحد أنت أقول إنه إلى دمبيو نافع عنان السماء عنان ع بفتح العين عينك ولا قرب قيل أي هو ما عنا لك منها وحي كاجم مغضوب أي ظهر إذا رفعت رأسك مركب ما ذكر وكتكتك ما شكون مقطع صمدوي وقيل هو السحاب ضروتا والليل وقراب الأرض وانصاف في المدة وانصاف مرتي بضم القاف قراب وقيل بكسرها قراب لبدا والليل والضم إلا قدر قراب لها أصح صاصا صحيحا وأشهر صاصا أيضا عن بحثا مركا هدان مركا أصح وأشهر وإستاندر كاللغة العربية وقيل تن إستاندر كإضاءة وهو ما يقاربها أو هو ما يقارب ملأها ووح يعني قول له وين هي اما بوحين هي او سيكي انو بوحيو والله اعلم باب الجمع بين الخوف والرجاء وحن باب الرجاء مركا سودنا وحن نري كلمة با نري كنا سوئلين لابد جارو عن نري نرشو اما ايمان كسيدي سبوحي وباعين لابا قربوض وكدولو قرب الرجاء قرب الخوف خوفك waa noo soo hormaray qofka hadii qofka uu volume kiisa dheereeyo waxaan niri qalaas qofku xalay inuu qoos gaaro taana waa la diido ma yaqna imarata in la yaasu min ruuhi illahi illa alqawm kafirun wa tan li wama yaqtar wama yaqnatu min rahmati illahi idhan waa la diido dalun baa lagu sheegay qoosa waa la diido yani qofka khawfka inuu badiyo ma haddana ahadithan tirada badan ee rajada tilmaamayso xalay ahbeen oo dhan baan ku soo jinnay إذن وإن أنا بوليم كذا أنا بدينه خلاص هذا إلهي سبحانه وتعالى فإلى كده ناس دقتي محل رأي مركا لو بدو إني بالانس هذا القرآن إني ميزامين إسكو ديلي ترين لو بدو إني إسكو ديلي ترى ولو بدو قربات أو إيمانك هو الدولة كورا هذه شمبركو هل قرب على إسكو أصاره وصار معايا يعني محل رأي مركا لو بدو قربات مركو قفكو سأقول ديلي ترين أو كود دولة qofka isaga laga ma yaabo inuu marka dhan u bato ama dhan u liicdo ama u danjarso meel uu dhaco laakiin qof isagu marka haya fadhiya halkaas marka baabka kan kontani saddexaad wa babul jam'i bayna al khawf wal rajaa in la kulmiyo absidi i rajabi labada marka la rabaa labada inay isla jiraan bal xadiithay aayadkan warabi wa'lam bu yiri imam an-nawawi ogow أن المختار للعبد سيدا لدورتي أدونك الله دورتي في حال صحته مركو فيوية عافي ما تقبل أن يكون خائفا أنه بقه راجا ورجايه مركا أدو فيو مال أن يكون حنونا أو في في أتهاي أو أسعون يسيد مال لغا هاي سنة أن يجين وإن مركي بغدين موجسة ويكون خوفه بغدينتي سئي ورجاؤه سواء أي نغضان كوجين جينه سمن يعني كلا بضني 50-50 وفي حال المرض صامة مركو حنوسية يمحض وحقو برح تريا الرجاء مركو حنوسية لأنه ديو كتك دونا وحرارو وحا أمو قطع يعني غالبا إن جانس كلا كل أغضاء إنه سنجري دونا خلاص قفك ما فينش سريتو فليا
إنه كتكنا يا فرو كتكنا يا بل نقاتيل تاحي خلاص نيو مال ميرا كوهر اسكندر دارا حالة داس مركي اللي يقول لك رددة رددة فوليوم كده ديريني إلا نقف كان جانس وانت ديو قول الله بتقو صلاة دي كسوق الله وحبضا ما هيس مركا وحقاد حوق أساريا وبمعنى كلمة محض وبرحترية يعني رددة كده يشالها أساريا إذو حجنية وقواعد الشرعي شرعي قواعد يسو من نصوص الكتاب والسنة نصوص القرآن والسنة وغير ذلك انت وحي كسكو وحي كسهرة متظاهرة على ذلك الرنكاس أي مركا حجنت سوء تجنب قال الله تعالى فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون إلى عذاب كيس عد كآمن مالها أنا نهين ضدك إيو خاسرين تموين وقال تعالى إنه لا يأس لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إله حريص زكا مقوص كفار تمويان وقال تعالى إله ملك الحين يوم تبيض وجوه مال أي وجيض عضانيا يعني ما مال أي وجيع عضانيا وتسود وجوه وجينا أي مذوبانيا مركا محال لقا قاتي لقد حالات بين الجستو إله دانا وحير إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ربي قال الله عقاب كيس أودك دقو دم بداف بلنا نحريسنا بضلال أركو وبالانست ويس كل يلي ترين هذا إله وحير إن الأبرار لفي نعيم كو وإن الفجار كو حمها سميين لفي جحيم بيكو جنا نارت جحيم لبضل أركو على سقرب بي هذا إله دانا وحير فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قفكي أي حق بديسه أو أي عصلاته موازين تيسا خير كأ وكل جراء نال إيضا راضي وجنة ذي وأما من خفت موازينه قف ميزان حسناتي هاسو العانة فأمه هو يدي هاوية هالك أقلعه إما شعو إلى انضانه ودم أده ينضانه والآيات في هذا المعنى كثيرة آيات كمعناها كصورة أدبئ بنين آيات كاسم حالك فهمي حالك فهمي إن لبضع الله يسكت داري فيجتمع الخوف والرجاء الخوف بقدينتي يرجدة واحد كل من في آياتين مقترنتين لبا آيات واسكو لقن حدس إن البر في نعيم وإن الفجار لفي جحيم أما مثلا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم أو آيات أو آية أما آيات دورة أما هالآيات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك أفر بقل يفرتن يسدح حديثك أبو هريرة باقك كنت يسدحات قال وحي النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن الضون مؤمن كهدو أجي ما عند الله من العقوبة وح إلهي أتي هذا عقاب هدو أجي يعني عقاب النار إلهي حقي سجلت هدو أجان لها ما طمع بجنتي أحدا ما طمع بجنتي أحد عندها جنتي قف ضمع ذا مجرتين ما طمع ما الضمعين بجنتي إله جنتي أحد روح ضمع ولا وين لها كلية هدان دي رد صارنا أن كلية عقابك إله سبحانه وتعالى عقابك إله اكتس أهل قف جنهم قرين لها مركب ولو يعلم الكافر قال كهدوء قال لها ما عند الله من الرحمة إله اكتس هذا حريسة ما قنط من جنتي أحد جنتي إله اتك قوس التبوى ولا وين لها يعني قال أي أوحى لي رحمة إلهي أكتس دو قال له قفك قوس تول يعني حال الله مرك الله بتنام يا لبضع حال الله عرق يعني عقابك هدي دي رد الله صارنا قف جنهم قريني مرك أملا هدي رحمة دي رد الله صارنا قف مرك قوسنا مرك أملا مر ربا مرك ميزان بجر روح مسلم حديث لبضع حديث أفر بقول أفر تاني أفر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيلي إذا وضعت الجنازة جنازة هدين لدجيو قلت وقالوا نحشيب الله سارة جنازة هدي صلى الله عليه واحتملها الناس دتكون أي حنباران أو الرجال رقي على عتاقهم أو على عناقهم لقون تصاقوا قادان بحشي لددامين ولوحك الله سارته ولا دقاق نبي وحيلي فإن كانت هدي جنازة صالحة بمعنى أي صاحبها صالح من صوبان هدي أي تهي وقف مؤمنة الصالحة أو كجر هلك أو قف جيريود وياه قالت جنازة وحي لها قدموني قدموني ولهرمري أو هرمري إذا دجيب وإن كانت غير صالحة
حديث الجنازة أي تعمل أنا صالح هذا حين ومسوا بنانهن قالت وحي لها يا ويلها هلا جيجي أين تذهبون بها هل كي إلى تجيسا تلقيك حين يسمع صوتها مركي سيزال لها عدك روحا مقلي كل شيء وحكست إله أبر إلا الإنسان مويان إنك ما مقلي لو سمع هدي آذانه ومقل لها وإنك هدان مقل لهن صعق وصوح لها ومير دول بلها يعني جنازة والبا مركي وفي يرسل جنازات حتى حيوانات كل مركي قاربة ضدية قاربة عية قاربة ماشي أن الجوي كريم يعني أنا بالنبي قلت صلى الله عليه وسلم قلت مركي إيه الكسال الله بيقول سؤال شيء يكون بالله باتي يعني هذا مقل له هيدا واس يمينك أو نول بس حبال يعني واس آسل هيدا واس جوج له هيدا واس حبال له هيدا بالنبي صلى الله عليه وسلم مركي حوش ومركي مسهلنا رواه البخاري حديثك صدحات أفر بقولي أفرتن إيه الشن الباب كان وكل ما أنا يقول يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة جنتي أقرب مدي دوام بدنوي مدي دوام بدنوي إلى أحدكم متكين بأوده ذهي من شراك نعله كبتي سائلا كذا أي وجد دوام بدنته والنار نارتنا مثل ذلك وأساس رواه البخاري قال ما شو كجشته ومركه كبته halka uu suulka iyo lugta farta u galiyo meeshaas ee jannada jannada dhaw bal xaaladda uu nabiga uu tilmaamay oo qofku jannada u dhaw waa maxay aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid marka ilaahay u dhawdaa soo ma idan ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu dhawdaa markaas jannada la weydiisa jannada halkaas ka dhawdaa jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaas ka dhawdaa babu fadl al-bukaa'i in la ooyo fadliga ilaaha am fadli ulee in la ooyo marka waxa jira baka iyo tabaka uu ooy iyo is ooysiye ooyinaan hayn buu iska keenay labadaas oo luqada carabiga kelmadda jiran jigeed qaal allah ta'ala ilaa marka waxa la yakhruuna lil adqan yabkuna wa zidun khushu'a markii ilaahay ka soo hadlay taban waxa la marayaa aakhir suurata al-isra dadka markii la soo tilmaamay ilaahay markuu yiri waxay hoobtaan oo ay sujuud wala dhacaan iyagoo ooyay way yiduun khushu'an khushu'an oo ikurdiga ilaahay dadan wuxuu yiri afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun ma quraan kana la yaabantiin oo isku qosleysan ma ooyaysan miya هذا مركب حموجني سلوا ذا أيضا إن أي تهاي قف كأنه سكدة يعني معنا أو أنتم معها مد عطل له أو يعني حكوا ذا سكين كنا معها مد كبد بدينا معها ده هذا كلك على توالا قرتي مركب أو أنتم ومهم ولذلك ومهم قف كأنه قرآن كمعني سفهم هذا مركب سقف هذا اللي أقرنا أن بحث سامين أن يكون سامين مركب الدعاءين إسكو أيه ممتع وين في عنده إذا لفتت كذا لكن آياتها إني كسامي ينبع كهرس لأن القرآن في إلهه هالله وجلجل كيشو لي ما سهلنا حديث كواد هذا الباب أفر بقولي أفرتني ليح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحي قال لي النبي النبي قال وحي يقول لي اقرأ علي القرآن ابن مسعود بقى مركه هالله النبي قال وحي القرآن يقول أقرأ قلت حن يا رسول الله أقرأ عليك أقرأ عليك ما هذا كوا أقرني وعليك أنزل حال أديك الجوس والدجي قرآن كذا الجوس والدجي سان كوا أقرني قال يوحي إني أحب وحن جعله أن أسمعه من غيري إن عدك لك مغلو فقرأت عليه سورة النساء سورة النساء بانكو أقري حتى جئت إلى هذه الآية إلا أن كرأي من آياتنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا quraanka baan ku dul aqri markaasan soo gaare ayada leh bal ka waran maxamedo hadaan ummad bulo marxaati aanu kala nimaadno anna aanu ku keenno adoo ku maqaati kacay ummadan qaala wuxuu nabiga markii uu maqlay inta xasbuka alaan halka ku jooji faltafattu ilay markaasan saa umil xasan nabiga fa idha waaba aynahu labis indoodo tadrifani shubmay nabiga markuu halka ku ekaa markuu yiri markaan saa umil xasan labis indood markaa way badareerayaan ilimeenayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam fa idha aynahu waba iyada labadiisa indood kala saarin xarafku macna ma sameeyo
فإذا عينه أبيض لم يسي إندود تدري فأنا يشم. متفق عليه. حديث اللوات هذا الباب أخر بقول أفرت أن يتدوى عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة نبي خطبة ذي ما سمعت مثلها قط إلى كلنا واليوم قل نبي خطبة ذي انجري لا يخطب الله سبحانه سيبي سيبي خاص واحد. فقال النبي يقول كل خطبة وخطبة ذي يوحى كل جري لو تعلمون ما علم هذا أجان له إذا يوحى أجره لو ضحكتم قليلا إن يرقم بتقص الله إذن ولا بكيتم كثيرا وحبظ انه ادوي له اذا انت مركو يقول قال في القطبه مركز ما انت اي لعيد بوت المام يا صحابي انس مركز سوليه فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم صحابه مركز مقلين بي وجي صعود ضبوشين الى الامام هذا يسيتين ولهم خنين يقول او اد مركز افوري اوي مركز وقفك مركز خنينك اللغه العربيه وقفك مركز أتك أوينت أصن كسر بحيس غنى ذيوكال يعني أوينت أس مركسان كي كسر بحيسا قف قام مكو أسكو علينا يو أس عم برينا يو وليه يالغو مقلن لكن بقى أنا مركا حكمين كرين كتم بدينا يسو أصن كو كسر بحيس غنى ذيوكال تاسا خنين خنين لغو مقعبا متفق عليه. وسبق بيان في باب الخوف وأنا نوصه هرمر حديث الزدحات أهر بقول أفرتني يسديد وعن أنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا يلج النار نار تمجلي رجل نن أما قف بالغوضاي بكى من خشة الله إلهي بقرنتي سدرت اللؤي حتى يعود اللبن لا عانه أو كقلبته في الضرع هل كصب بعد ذي وصورة قلب عانه المركة دي بلوجو علي المركة نافكي ولا يجتمع غبار حباس يسيغو يبار وفي سبيل الله قف كسو قارته يودخانو جهنم جهنم في قيد يقاعد وحده لا يبقى موضع كل ميان حالة ما هو مركا قف إلهي درتي وقوي معقول ما إنه نار جل كو لبا صورة قل ما قف مجاهدة ودد إلهي كل جهادي وهراس إبار وجمده سؤال لبا ورستان يقيق نار إنا إسار كان معقول ما رواه التلميذ وقال حديث حسن. حديث أفراد فبقول أفرتني سجل عنه يعني بهرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول سبعة تضبوا أي تضبط أي سبعة أشخاص يظلهم الله إله بهارين يوم لا ظل مال أن هرجل إلا ظل هركي سموه كو إمام عادل وفه جميع عادلة وشاب إنن لن يرعى كاسو نشأ في عبادة الله إله عبادة سكبر بار تعالى سري سدح ورجل روح قلبه قلبي سمعلق وكحرين في المساجد مساجد أمانين وقلبي سكحرين يو رجلان لبنن أما لبن روح لبضع صوت حابة اسجعل في الله إله درتي سكجعل اجتمع كل مي عليه على محبة الله جل وعلا وتفرق ككلتي عليه على محبة الله يو رجل ننكا سودعاتها يويرت امرأة هويني هويني سودات منصب منصب أصاحبة إيه وجمال قروح له وحلوه قطق مركا مرها وحميب الله قويري فقال مركا إني أخاف الله إله ما كبق قنائيري إيه رجل تصدق لبحي بصدقة صدق لبحي فأخفاها قريي وقرين تصدق هذا وكحل ديراني أد وكحل ديراني يعني قرين تصدق هذا وقريني أد وكحل ديراني حتى لا تعلم شماله إلا هير جعنتي سبي ذحاني أغانين ما تنفق يمينه قاعد تسمعها بحين يسوع يعني مثلا صومنا هذا كمركي إيديماتي صومنا هني كان يسوع حسكك على القرية صومنا هن يعني وفي مركي وحن كنت نعم يسوع حسكك على القرية وحن أنكون شيء شعر كاي يعني وقان كلر كاي هاو شيء أديها يسكت شيء وطلع ده هذا يعني معنى وقفك كان معني إذا ما قعدت هذا بحين يسوع إنه يعني قعدت بدي واحد لبضة قعد مضة الله إسكال هل مالنا وبيتوا كبر قاطع لكن بحال ربع مبالغة في الإخفاء إن أطلع وحل الإرادة قرنته لدرجة إلا هير حتى لديه كرجع أنت بيلحي والله مصر أتوحي كل بحضي إيوه رجل إن ذكر الله إلهي حسام مقف خاليا حاله كليجية فخاضت عيناه لو يسين دولة الشبمان كليجية بجوكتا ما عناها كمرضا كويسة إيو هبين كتضيو لا تنك ودد كلنا برغرامسين إن لقوا يماها لكن كليجية أدو جوكتا دونوتا دي حصوصتي حالات كالات حصوصتي آيات بكو إستاجيسي مركز سيئن له شمي متفق عليه. حديث أربع قولي كنتن
عن حديث سناد هذا الألباب، وعن عبد الله بن شخيل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كان يمد وهو يصلي، سويت كان النبي كان يمد، ولجوفه لابتي سنة أزيز بك الصبح كأزيز المرجل، يعني أزيز كوحل لك وضع وعطى كصبح أصل ككلمة وحلو أديك سذا دوقة أنكت كأما جوجع، أي أصل هن لو أديك سذا وعقلو لو أديك سذا دريق مركو انتو كرة كركة وكبط وبرنيو إلا هير فركة لغاية ديك سيجا فركيسي دبول كيسي انو تورما لغاية أصل هن كلمة سلو أديك سذا مركة يوضو النبي صلى الله عليه وسلم مركة دوقة وكبح سيدري كري أو كري من البكاء من أجل البكاء مركة عزيز له كعزيز المرجلي سيدري كركي سو كري من البكاء من أجل البكاء وين درت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. حديث أفر بقول كنت نيكو وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، نبي أبي بن كيري رضي الله عنه، إن الله عز وجل إلهي غالب أهاي ويناي أمرني وحوئي فريب أن أقرأ عليك إن أكود الأقيو لم يكن الذين كفروا آية أصبع إلهي فريب إن أكود الأقيو. قال مركي أبيو مقلي نبي قال أبيو إلهي بأي صافر إن أكود الأقيو لم يكن الذين كفروا وحوئي وسماني ومن مقعد دبي مقعد جميع شيء. قال نعم ما مقعد على شيء أبي بالي أبي كو أقرب لي. فبكى أبي مركا سؤال كأوين مركا جبصري وين مركب بالله إن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مجيس وشاقه والنبي قال الله شاقه وحلق له الله هل عقامه القرآن هل وقريا. وفي رواية فجعل أبي يبكي أبي يحب بالله إنه أبي. حديثة الضباب وعنه أي وعن إيش وعن أنس قال: قال أبو بكر لعمر، أبو بكر وعمر وكي رضي الله عنهما الوضع رضي الله كان نقضي بعد وفاة رسول الله النبي مركو قيريو ذي كدن بو با وحا إصلاح لأبو بكر عمر، أبو بكر معروف يقول عمره انطلق بنا إنك حيوان تقني إلى أم أيمن هويني ذاس أم أيمن أنصاب وقن رضي الله عنه نزورها أنصاب وقن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها سيقول النبي قوي صاب وقن جري وهويني دقى ونبي قوي صاب وقن جري أنه نمصاب وقن نبي. فلما انتهي إليها مركي هل كذا أي تقين وهل كذا ويو لو بينه قولي كذا أي تقين بكت وين بجبصت. فقال لها أبو بكر عمر واحد كير هذين هوين يبي ما يبكيك أم حكاء وحين أما تعلمين مركي يوم مركي وحقوق فلان النبي بيصوح استجريد النبي أي كان حسن طه مركي سيح يكير هذين أما تعلمين ميادا أوين أم أيمني أن ما عند الله إله يؤتي وحاء هذا خير إن أخير بضنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحكى خير بضن الدنيا وكان حب حي إلى أكتي سوستري مركو حلال أوي ما قالت وحيت إني لا أبكي أنا متهل أوي ما يو إني لا أبكي أنا مو أوي أني لا أعلم يعني أوي ما إن أنا هاي قف أنا أجين أن ما عند الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكتي وحى هذا إن رسولك أخير بذيهن إن أنا أجين أوي ما يأ ولكني أبكي هسا هسيش لقول لها بي وحى أوي أن الوحي وحي سود جري نبي يقول سود جري قد انقطع من السماء سمود خلقه وحي مجر انت هو انت يقول هنا ماها لكن نبي قال انت ما نبي وانوه مالك خير بدن بوتكي نفل بن أجد كذا إلا هذا قفل بن ودي مانا يا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تاما انت مركي أي تري أم أيمن فهيجتهما وحي كوكي عيسى على البكاء إني أويان يغنى يغنى مركا هل كاسي بالله. فجعل أبو بكر وعمر وحي بذقلين يبكياني إني لأويان معها أم أيمن أويم بي مركا قولي قدم بأويم بأس قصة رواه مسلم قد سبق في باب زيارة أهل الخير حديث يوم حنو صهر مري باب كأنك يهل لين أهل الخير كأن لصواب بقل حديث أفر بقل لي كنت يسدح معني من عمر رضي الله عنه قال في لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه هل كان اسك صحه ان فاصل لسوق لي ما مرك و و ما رت خطا يرو ماشي كجرود نبي مركو حنونك كو دراده
يعني ما مركي النبي صلى الله عليه وسلم جريسي لجاري وحراروي حنوكم اكو ادو قدراضي قيل له في الصلاه مركاسه وحا لو يري ارك صلاه ايا لغا خله قيل له في الصلاه وحا لغا خله ارك صلاه فقال له مروا ابا بكر ابو بكر فرع فليسلم الناس ذلك كم بحي شكتك كم بحي صلاه مرك النبي صلى الله عليه وسلم مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وكي كلمه دريمي كرت حنوكم ماشو مريم مركو في ابو بكر ذلك صلاه كم بحي فقال بعائشه عائشه وحيتري رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأنا آد جلسن وقلبي جلسن إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هذا القرآن كأقي أوين باك سيد على نفسه أوين با مركي وكتم بدينيس فقال في المروه سيد أنت ماذا أعطيه فرع فليسلي ذاتك كبحي وفي رواية عن وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قال دو حيتر قلت حانيري رواية كلات الله إن أبا بكر إذا قام مقامك رسول الله هل كان أدو استاجد هذور وأبو بكر استاجد يعني ما محراب كذا كصلاة رجال بحين لهاي لم يسمع الناس من البكاء ذات كم مقشين أو يندرت أو ينبوس بحر الأقري كريم متفقون هل كان مرق على قادنا ها أبو بكر إنه أب قلب الجنعان رضي الله عنه وأرضاه لكن أبو بكر كساء ها وجنعان عمر الخطاب محل وش إنه أتكا ومع ذلك قف كمركي position قفكو reshapes leadership reshapes قفكو قفكي ما اسبدليا مركب أبو بكر وخلافة وقبطي وانكي إله سبحانه وتعالى إسلام كان كوب البلد والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه للرسول الله صلى الله عليه وسلم شقا كقوانا مركب ولا مسهلا وان صوت المان مركب تاريخي كهلين حديث أربع قال إيو أفرتا أما كنت يشن وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وحال قولي أن عبد الرحمن بن عوف مركي إبراهيم وحال عبد الرحمن بن عوف أبي بكوري رضي الله عنه أتي بطعام فاشين بالله كان وكان صائما من الصوم مركي فاشين كسال الله صدقه فقال وحل قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يمكن يعني مصعب بن عمير مركي وكهل أدتك مركي إسلام it's at the period markii ugu horeysa laga hadlay oo islaamku dadku ay ku cusbaayaan xir musab ayaa la dilay wuu khayro minni isoo ee khayr badan falam yujad lahu law mahilin ma yukafanu fihi wa law kafaniyana law mahilin illa burdatun go'mo yaane oo in gudtiya biha ra'su hadii madh laga daboolo badan digir hijlaah labis lugo day muqanaa wa in gudtiya biha rijlahu labada lugood hadii laga daboolana bada ra'su madhis umuqinay umuqanay يعني مصعب الدنيا روحه كتجي يسوي إيه خير بضن وما أنت خير كان أنه هيسن وراشين بالله كان كلامنا نوعه راشين كله يا مصعب أو إيه خير بضن أو إيه جنب لنا راشين كان ما أنت إنه بقى الدنيا روحه كتجي وشهيدي يلا أو حتى روح لو كفني اللي لدرجة so much so that حتى مرضي لك كان يعني الربيع لو كفنيه هدي مرح لقى دوا لوها مقنع هدي لقى لقى دوا مرح مقنع وهي ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط كده من إنك الدنيا لأنه فيه وكان ما أنت نعمة كلا نوع نوع انتظر أن عوني نبولي أو قال وحير أعطينا من الدنيا ما أعطينا الدنيا وحير للنجسي يا للنجسي ما أنت الدنيا وأنه كلا كعدة ما شاء الله لهيك وحلبه إنه وحلبه قعدتي أن يسوق لين قد خشينا وحاس كبقى يعني قد خشينا وحنكبق ونكبقينا أن تكون حسناتنا عجلت إلينا الراشين كان ترى بضان اللي صار دي إن أوبيهاي وناجي آخر أن سجين إن لو سهر مريد دين الله كان ثم جعل يبكي مكة سؤين جب صدي حتى ترك الطعام إلى أنت ذكرتي رواه البخاري يعني على يابا أنت ذاس وعبد الرحمن عوف ليا بينه إن مسكاه كميس يري وحبي الله كبراء إن يروا ما أريته إيدانا إن يتهد الغيابة وأنا هاي بعاشة ما أنت برمي إيش كنت تضعي أرابت أن سلب لي عينه كلا دون نسينا الغيابة بركة عيودتك إنك خير بنانا مصاصي الدنيا كجتجين يجوا حتى قوي لو كفنين لها للاقيها إن نقول مصاصي ما أنت نوك لك عسنت يقول لي رواه البخاري لو حديثه قال جرام بالنهار حديث أفر بقول كنت نشن عن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيلي ليس شيء مجر شيء شيء وصاحب إلى الله تعالى إله لو قد جعيد بضيها من قطرتين لبات فقة ما دي بيع قطرات أو حمرك ساء صوت ما
يو اثرين اللي برات قطرة دموع اللي تفق من خشية الله إله درتي لا تفقتي يو قطرة دم ديك يسوي تفقيس كاسو قطراسو تهراقو لوشوي في سبيل الله إله ودديس. وأما الأثران سوما لبعض الراد فأثر والراد في سبيل الله تعالى أهذا إله ودديس يؤثر رادو في فريضة أهذا أي في أداء فريضة فريضة لقنا من فرائض الله إله فرائض ديس كم إذا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب حديث كثير منه حلق هذا حديث أيضا إله يحج عليها الله الشيء أو شم يكو ديك كو حاك أقول رأيه إلين إساق بقدين لقى بقي أشبنطي إله وجعله إيديك إساق درتي أوقف إنتو جهاد إنتق علي دعوة عمي كل إنتانا تا إله وجعله لبراد نوجعله إلهي راد كوات كو وفي سبيل الله قف كي إنو وضد إله إنتق له سانتا ماشا أوديقه أو مسافة أوجره فقانتا أوجره عدق أمركا وكوركا ساره أوردك أوجله كر إفرك أوجله إله وجعله أثر في فريضة الله محلق وضع فهم بأبها أنت أثر في فريضة الله شرح بعية المامة يعني قفك الصومان وكالحد سأفك يسوس ما بدله يسوس بدله يا إله وجعله قفك مركي ومال دا أنه الرغة يحرام هاي سناي لكن مالها إسكا شميت تدا ودقح إسكا أدق وأدقتين وشبك وكلا قرح دون أي كجس بضل هذا كل سجودة وجود راد بوياشا إن أدو كروك تدمه لكن راد بوياشا اللهم استعان قف مركو حجك وكجره او كلو اركتي امو اسدريا اما اللهم استعان غمديسا بوروبيا بص با سو غاريسا اسكوك بويانا اله سبحانه وتعالى وجاليه هذا مركي مركي لغا هدلي دموع دا لغا هدلي دموع ولا جميل لكن مركي ديقه لغا هدلي دماء لما دين وقطره دماء لما دين قطره دم بالي حاله مركي طيبي رغا كلا تخريجنا وحي لي ديقو مركا قطر الله ما دام على صوشي قطر الدموع إلى الشيغي الذكي يقفك لبيبك وفهمي تنوطن إني قعد فانتا وشرحاتك المبه نبي لي رواه التلميذ قال حديث حسن وفي الباب حديث كثير منها وعن كسو قبل قبلين حديث كفر بقول كنتن يلح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وحيل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وعدي موعظة وعدب إن وعدي وجلد منها القلوب أي قلوب تلبق ذي وذرفت منها العيون إن لهن أي لئي الميين ولا الشبان كان مركب حمودنا البكاء من إيش من خشية الله وإلى هنا وبالله توفيق.